اليوم مضت على على الانتخابات 7 أشهر. منو سولف بمشروع وطني، بمشروع خدمي؟ لو الجميع يذهب بس يسولف باستحقاقاته، الاستحقاقات والاستحقاقات. سيدي كلمة استحقاقات محترمة، ما حد يقدر يتحرش بهن. يعني انت اليوم 73، اقدر اقول الكتله الصدريه 20؟ اقدر اقول الكتله الفلانيه اقل من استحقاقه؟ الاستحقاق محترم، بس لا تظل تسولف بالاستحقاق، سولف بمشروعك. ايش راح تسوي انت؟ الحكومه الك كاغلبيه، الجميع متفق عليها، كل المبادرات تقول يا احنا نتعامل مع الاغلبيه. الاغلبيه هسه الاغلبيه مو بمعنى انه اهمش الاخر، لا، الاغلبيه الوطنيه الموسعه المتوازنه. تمام، هذا اللي اسولف بياني.